معنا أصدقائي مثل العادي، معنا بالاستوديو مش مثل العادي على الموعد، على غير عادي على الموعد، الاختصاصي بأمراض القلب والشرايين، تميل بالون رسور، كل المشاكل المرتبطة بالقلب، دكتور توني. وين سيدي؟ بونجور. بونجور. ما بطلتشك على التأخير. لا، مع سيدي بقول وين سميرة، عرفتي بستعمل هيدا الأسلوب. نحن معنا ما بيزبط، بيني وبين سيدي ما في مشكل. أنا قبل ما نبتدي مع أسئلة المستمعين، استوقفتني دراسة أجرتها جامعة كندية بيقولوا أنه خلية خاصة بالمناعة موجودة بغشاء القلب، بالسائل المحيط بغشاء القلب. لهلأ العلماء بيقولوا هيدا السائل نحن ما بنعرف مزبوط شو وظيفته، ولكن اكتشفوا خلية هي من الأشياء يلي بتساعد على ترميم عضلة القلب إذا كانت أصيبت بضرر ما. أنت بعرف أنه بتتابع كل الأشياء. بس أنه يعني نحن هالموضوع الشباب بعدهم عم بياخدوا كيلو توم تينزلوا ضغطهم، حبتين بيبولج تمشان يزبطوا. إذا بدك تحكيني بهيدي شغلة على الهوى متطورة يلي هني بعد ما كشفوها وضايقين فيها القصة، ما فيها إنسان بس يعمل ذبحة قلبية. نعم، بس يعمل ذبحة قلبية مثلا عضلة القلب بتموت لأنه ما عم بيصلى أكسجين، بتموت 100% بعد ما سكر الشريان. ترجع 50% منها، من هالعضلة بإيش، وفي شقفة بالنص بتضل ميتة. ترجع 70% بإيش و20 من عدير بإيش وطبيعيات، بضل في نقطتين ثلاثة من جوا 20-30%. هودي شو عم بيعيشوا، ما زالوا هالشريان مسكر عندهم حق. لو ما فيها المواد المساعدة للمناعة منين بدها تعيشوا؟ يعني هلا بالأخير عم بيترجموا شيء صارنا 100 سنة عم نحكي فيه. ايه مزبوط، بس هني لما بيلاقوها هالخلية ممكن يفعلوها، مش حيلة، ممكن يفعلوها، مش حيلة نفسية، مش عايمنا، مش عايمنا لحيلة. انا عم قلني بالقلب تقدم طبع الطب كان سوبر عظيم، وللأسف حاولوا يعطوا ادوية مشان جد عضل القلب، حاولوا يعطوا شو اسمه الخلية الجذعية تيزبطوا، ما طوروا قد ما تطوروا بكل شيء بالقلب، بالميكانيك تبع العمليات، كل شيء براتيك، يعني كل شيء رستو، كل شيء قلب مفتوح، كل شيء صمامات، كل شيء صمامات بدي، هيدا كتير تطور بالقلب. بس هوديك الشغلات عم بيحاولوا، عم بيجربوا عضلة القلب. ما هو أصلا القلب الكهرباء تبعه بتمشي لحاله اوتونوم، يعني الزلمه عايش لوحده، حلو عنه بس ساعدوه من برا لبرا، في موتور بالحي، يعني في موتور بالحي ولا اشتراك ولا اشتراك. دكتور نعمي، الاصدقاء المستمعين ابتدوا يبعثوا اسئلتهم على ال 76611001. بس بدي الفت الاصدقاء يلي بيعطين فويس، يا ريت بتبعتوا السؤال مكتوب محمد، وايضا رقم بيخلص 831، يا ريت بترجعوا بتبعتوا لنا السؤال مكتوب، ويلي بدهم يتصلوا مباشره 01325555، واذا كنتوا عم تتصلوا من خلال السيلولار 76611003 او 005. معنا اتصال. الو. الو بونجور. بونجور، بدي الدكتور انطوان نعمة. ايه تفضل. الو. ايه نعم تفضل. بونجور دكتور. اهلا. انا من جمعة من شي 8 ايام عملت فحص دم. نعم. طلع معي تريجليسيريد وكوليسترول. امبارح من عشية خدت حبة ذكور. صدق كانت طلعت روحة، عم بيجعني رقبت شريان برقبتي على جهة الشميل لتحت بوطة. من هيدا الدواء من الذكور؟ ما بعرف، انت بتعرف؟ لا اكيد مش منه، ما بيلحق يعني يعمل هالشي كله سوا. خدت عشية؟ لا، ما اذا خدت عشية ما بتعمل هيك لوحدة، وما بتعمل على فرد ميلي، بتعمل وجع عضلات. كل الدواء استاتين بيعمل عضلات، بس هي لوحدة ما بتعمل هيك. بتعمل قلق؟ لا لا، مش هالقد. شو ما فهمت شو موصينك بإجرك؟ حب الدواء أخذتها، شو بتعمل لك ودي كله سوا؟ لا، منو منا أبدا، يا أنت فزقت، بس هي لوحدة أكيد ما بتعمل هيك. أنا معنويتي أبوي أنت قوي على راسي، بس هي ما بتعمل هيك، يا أكلة سفت هوا، يا أكلة شبت هوا، بس هي الحبة بتعمل وجع عضلات كلهم إذا بتعمل، مش من أول حبة. أوكي جرب الليلة، جرب الليلة وحكي لنا تلات الجاي، لأنه صدقني ما قدرت نمت. إيه مش منا، أكيد مش منا. طيب الا اذا مش بلاعب منيح. مرسو دكتور. اوكي حبيبي، اهلا وسهلا فيك. ايضا اتصال. الو. الو بونجور. بونجور. في احكي مع دكتور اذا بتريدي. ايه اكيد تفضل. بونجور حكيم. اهلا. عم بزعجك، انا من شي شهر صار معي عبقه كثير قويه وقلبت مي وجيت بدي استفرغ، دامرة على صدري.
42. ايه بتدخن؟ عملت لا 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 بدخن ولا بشرب. العائلة في عندك معي سكري؟ لا ما في قلب بس معي سكري. عندي سكري تيب 1 وعملت صورة شرايين ملونة وعملت تخطيط للقلب بس ما بين شيء. بس هلا اذا بطلع طابق واحد كأني طالع شي 20 طابق وبس اكل كتير بتعب ما بعرف ليش الاكل عم يتعبني. عم يشط معك السكري؟ كتير قليل بالعكس بيطلع معي مخزون 11. ايه الصورة الصوتية بك تبعت لي اياها والصورة بدك تبعت لي رابور طبعا واتساب ضروري. هلا بتعطيك الرقم. اوكي ضروري تبعث لي واتساب على رقمي تشوف لانه هلا الحكيم اللي رحت لعنده قال لي ما خص شيء بالقلب بدك تشوف حكيم صحه. خيال لو انت مقتنع ما عم تسالني انا مش بدي مقتنع انا اكيد مش مقتنع انا بدي اشوف انا بدي اشوف هودي كمان انا مقتنع بنقتنع سوا بننبسط اثنيناتنا. اوكي يا ريت ترجع بتتصل صديقي ومن زميلي سعاد مشكوره بتاخذ كل التفاصيل يلي المعلومات اللي بدك اياها. محمد بيقول أنا باخد دواء ضغط من 9 سنين صار لي أسبوعين لما بوعى بحس بتقل براسي والضغط عم بيكون 17 وبعد الظهر بيرجع الضغط 14. أنا باخد الدواء الصبح عمري 60 سنة. بدي يعمل صور عن جديد لأنه الدواء في عندك بيقولك واحد بيتعود على دواء ما بيتعود على دواء. الإنسان مع العمل بيزيد النشاف يا بده يتغيير دواء يا بده يزيد الدواء. تاني شيء إذا عمل انسداد بأي شريان بالقلب ما ضروري يعمل دبحة قلبية كبيرة او اي بحصه بالكلمه مش هناك بده يعمل فحوصات كامله 60 سنه كلمه مش صغيره. بيعمل اليوم او بكره صوره صوتيه ومجهود بيشوف ضغطه الدم عم بيعلى اذا ما لقينا سبب اكيد الدواء تبعه صار ضعيف بالنسبه له. ثاني شيء اذا عم يطلع الصبح ضغط معناتها ضغطه مش مرقلج ابدا يعني صوره صوتيه إيه؟ ومجهود ويبعث لنا اسم الدواء. يعني النصيحه ما تهمل ابدا هالموضوع. اتصال الو. الو نعم بونجور. اهلا حكيم بدي اسالك اذا بتريد. عندي حفيدتي عمرها 8 اشهر كانت قاعده على البلاط وقلبت على ظهرها تليشت وغميت وقلبوا عيونها فبعد شيء ثواني عاد رجعت طبيعيه خدناها عند البيديات قال لها فحص لها قال لها هذا الحاله بصير من القلب فكرت انا انه ممكن يكون شيء بالدماغ قال لها لا هذا من القلب مش ما لها علاقه بالدماغ. بدي أسألك شو رأيك حكيم؟ يعني أول شيء ما خص الموضوع أبدا نهائيا ليش قلبت هيك ما بعرف. إيه؟ تاني شيء هذا الحكي منه تبصير بدك تعمل لصورة صوتية القلب أنا بشك أنه يكون هالشي بالقلب يعني فهمت كيف؟ لأنه قال له هذا الشيء له علاقة بالقلب. أنا رأيي الحكيم عنده شيء بالرأس أكثر ما هي عندها بالقلب بشان هيك أنا بدك تعمل صورة صوتية ما فيك تحكي هالكلمة كبيرة بلا ما تعمل صورة صوتية عند اختصاص بالوقت اللي أنا بأكد لك انه هاي الشغله ما قال عليها بهيدي بنت عملت بنت شو تركينا واحده واحد اجت على راسها وغميت هيك كل شيء صار على حالتين. هذا الحكي كله معلومه انا مش تبصير ما حدا في يحكي هيك جمله بلا ما تعمل صوره صوتيه عند طبيب اطفال قلب اطفال ضروري جدا صورة صوتية انا بشك انه يكون شيء بالقلب صوره صوتيه للقلب لا القلب للقلب وسكان للراس تبع الحكيم والكراس تبع الحكيم طبعا بس بدي الفتكم بدي الفتكم انه في اختصاص اسمه قلب اطفال هو مختلف تماما يعني بدكم تراجعوا اختصاصي بقلب الاطفال. عم تحكي هديك الجمعة هالجمعة درسته صرت منيح ايضا اتصال الو الو بونجور. بونجور حكيم. البابا عمره 93 من سنة عمل جرحه هاتني له من اول الصيف اجراي من يورمو من المشط والكاحل خدنينا الحكيم قال انه من دواء الضغط معقولة وقف له دواء الضغط وصل له غيره اسمه بتبلش بالنيكوران عرفتها؟ شو هاي؟ ما اسمع نيكوران ديل فان عرفتها؟ عيدي عيدي نيكوران ديل فان قالك الاسم كله ايه نعم اخده وبعدهم اجراي ويرمين هيك الصبح بس يقوم من النوم بيكونوا رايقين شوي. عمل وقت عمل ذبحه عملتوا له تميل يا مدام؟ لا عملت لا عملتوا له صوره صوتيه؟ عنده بالمستشفى عملوا له. لا اذا ما عملتوا له مين عمل ذبحه شو عملتوا له؟ عمره 93 سنه ما قال عليها 93 سنه وال40 سنه مثل بعضهم بالقلب الشريان شريان. انا بالنسبه لي مدام بدك تبعثي لي اخر صوره صوتيه وشو عم ياخذ دواء على الواتساب اوكي ومفروض يعمل ميكا ونعمل ذبحه بس قبل ما نفوت بهالموضوع بدي الصورة صوتية تبع القلب إذا معمول لي بلاها ما ممكن جاوب لأنه عضلة القلب إذا ضعيفة بصير هيك الدواء لوحده ما بيعمل هيك بهالعمل خصة عند الرجال
بس بغض النظر انا ماني عم فوت بهالموضوع كله سوا، بدي صوره صوتيه تسحبيها من الاوبيتال ضروريه جدا. وشو عم ياخذ دواء تقدر جاوبك حكيم؟ اوقات بيحمروا. شو هن؟ بتحمر اجره على المشط. ما قال عليها كمان، معقول بهالامر ما قال عليها. بدي صوره صوتيه لعضله القلب او صوره صوتيه لشرايين الاجرين، بس مشان ما تتعذبي تبتسمي تاخدي اسحبي لي الصوره اذا مش عاملين صوره صوتيه بالمستشفى قبل مره مع الذبحه وبلا تمرين. معقوله مش... بلا صوره عملوا له؟ بدي الصوره الصوتيه مش الصوره العاديه. ايه طيب. وشو عم ياخذ دواء ودقي لي. طيب ميرسي حكيم، اهلا وسهلا فيكي. بس يعني بدي استثني يلي من خارج لبنان اذا فينا نسمعهم فويس لانه ما فيهم يتصلوا يعني كثير مخابره. طيب اوكي، بس قبل بدي اسالك، ديمتري بيسال اذا شخص من ذوي الاراده الصلبه كيف بيعمل فحص مجهود اذا عندهم يعني اعاقه معينه؟ في عندك توا بتعطيه بيسرع القلب، ما هو انت هدفك مجهود سرع القلب. نعم. وبنعطي دواء بالمصل بيسانتين او شيء تاني مثله قديما وبيسرع القلب. بس تاني شيء، اذا هالشخص صاحب الحاجات الخاصه بدك تعمله تميل او ما بدك تعمله تميل، اجمالا ما في داعي لفحص المجهود على حسب الصوره الصوتيه وحسب قصته بتعرف اذا بده ولا لا. قصة انه عنده عقود على طول. في دفاع عنك 406، حرام عليك يا سميره تتهمي الحكيم بالتاخير على عجقه السير خاصه بالاشرفيه. اوكي ناخذ الاتصال وبعدين نسمع محمد شو بيعيد. الو. الو. نعم. صباح الخير. صباح النور. بدي اسال دكتور بليز. اتفضل. انا عندي ضغط وباخذ دواء للضغط اللي شي 10 سنين. قد عمرك؟ 52 52. الدواء اكس فور. بقى حكيم عم بحس يعني كنت مسافر هلا مثلا، كان عندي سفر شي جمعه وهيك، في ماشي في ورم بجري كثير عم بيصير. هذا الشيء طبيعي مش طبيعي؟ هذا الدواء، هالدواء بما انك سميته دواء عظيم اكيد ما فينا نحكي له، بس هو بيعمل هيك؟ ما بيعمل ورم جري. بيعمل هيك، بيعمل مبلغ. بيعمل. أوكي. يعني بتعمل دواء كتير منيح، بس انه اوقات بيعمل هيك عند بعض العالم، بتعمل صوره صوتيه للقلب وبتزبط الدواء بتحكينا تحت الهواء. نعم. بس بدنا صوره صوتيه للقلب. اوكي اهلا وسهلا فيك. بنسمع محمد ولح ياخذ كل الفويسات فقط يلي من خارج لبنان. بناخذ الفويس. صباح الخير دكتور. هذيك الجمعه كنت عم تسالني على العمر، انا عمري 34 وكنت قايل لك انه انا عندي وجع بميلة الشمال بين القلب والكتف يعني على العظم، وانا عملت فحص الاكاجي اللي بتطلع فيه على البسكليت، وعملت هذا النفس اللي بسيب واحد يتنفس فيه، وقال لي انه القلب ما في شيء مشكله. بس هلا امرض انا مثلا بس كون بركض طول النهار لما بلعب بوكس بس ما بحس امرض في ركضه غريبه بحس نفس داء فيها. نعم. هذا يا صفقه هوا حبيبي يا غشاء الغشاء المعده غشاء الريا بيعمل هيك. بس قلت لي عمرك ما في داعي تعمل شيء، كنت فحص وحدك طبيعي يطلع ما بك شيء، وهيدي شغلة برانية أكيد 100%. أهلا وسهلا فيك وعسلامة. اتصال. ألو. ألو. نقطع الخط بناخد. حسن بيقول أنا أوف بعتلنا صورة ال LDL 112 HDL 28 الكوليسترول. أوكي. وبيقول كان 214 من 3 سنين، شو رأيك بهالفحص؟ ما بعرف هلا رأيي بهالفحص. يعني كيف بدي الفحص؟ رأيي بهالفحص ما قلنا لكم، إذا ال LDL وحدا عنده بالعائلة بالقلب بده يكون تحت ال 100، إذا هو عنده بالقلب بده يكون تحت ال 70، إذا عم ياخذ دواء ونزل الدواء على الدواء مجبور يكمل الدواء، إذا كان 200 وهلا صار 112 على الدواء بده يكمل دواء، كل مريض شكل. في عندنا ال LDL ما بينزل إلا 15% لو عملتي رجيم وركضتي كل حياتك، لو قضيتي ركض وعدم اكل بينزل 15-20%. نعم. واذا نزل اكثر شيء بسيط يطلع. حسن بدي اقول له ايه، انا بعثت لك رقم فيك تحول عليه لانه في كتير تفاصيل سائل عنها. الرقم بيخلص 5-9. شو عوارض الذبحه القلبيه؟ هل وجع الصدر والتعرق الزائد هن من علامات الذبحه؟ انا تخطيت ال50، هل بتجي قويه من بعد هالعمر؟ وهل الاسبرين بخفف من الجلطات؟ بسم الله عليه. اول شيء بال50 بتجي قويه. نعم. ينطر شوي قبل ما يجيبها.
على 50 على 60 70 بيرتاح اكثر. ثاني شيء عوارض الذبحه القلبيه وجع صدر عرق وجع كل شيء بين الحنك والذكرى ما يمر بالايدين. نعم اوكي يعني حتى الاصبع بايد الشمال او بايد اليمين في يكون عالم الذبحه. بس العوارض الكلاسيكيه تبع الذبحه القلبيه هي اوجاع صدر مع عرق. بالنسبه لل50 كل ما انسان يكبر كل ما يكون الشرين تبعه اخذت من بعضها والذبحه بتكون اخف. بس هيدي قاعده في واحد يعمل ذبحه صغيره وما يكون ذبحه كبيره والكهرباء تبعها بتوقف ما لها علاقه. شو السؤال بعد؟ بس السؤال في السؤال كتير طويل هو يعني الجلطات انه من بعد الاسبرين. الاسبرين قال الاسبرين بخف الجلطات 10 مرات زياده. بخف قوه الذبحه، بخف فوتي على الاوبيتال، بخفف اسباب الذبحه 10 مرات. سؤال هيدا الدواء، دواء الضغط هيدا اللي كتبت لك اسمه، هل ممكن ناخده يوم اي يوم؟ لا لا ما بعرف. من قبل كان محطوط انه بياخد كمان دواء ثاني ضغط، في يخدوا يوم لا حسب ضغطه. بس اذا كان بياخد دواء ضغط قليل جدا تنعطيهم يوم لا الا عند المرضى اللي عندهم كتير فريز وبيقشوا ضغطهم على الدواء كتير. هل ممكن توضيح التأثير السلبي للكيتوجينيك دايت على المدى الطويل على القلب والشرايين؟ يعني الدهون الدايت يلي بيعتمد على البروتين بدرجة اولى، ما فيك تعمليه اكتر من شان عم يأذي الكليه اكتر من القلب. نعم لانه كيتو وميتو زادوا كتير، زادوا مزبوط في اذى على الكلاوي على المدى الطويل يعني كتير كبير. بالاخير عم يسكر تمه وياكل كميه قليله. هبه بتقول انا باخذ دواء ضغط ومعي كهرباء بالقلب، لازم اقبع درس العقل حكيم الاسنان، بده ياني اسال طبيب قلب قبل ما نتابع معك دكتور نعمي.